السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع البرنامج العملاق ديزاين بيلدر، هو برنامج لعمل الاناليسيس للمناخ ولتدفق الهواء وللظلال والشمس وكل شيء. فبرنامج قوي جدا زي ما شفنا مع بعض، تقدر تشتغل عليه من ان انت ترسم الموديل جواه او ان انت تستورد الموديل من الكاد دي اكس اف مثلا او صورة او اي حاجة 2D، او ممكن تشتغل منه ان تثورت من البيم من خلال الامتداد اللي هو جي بي اكس ام ال. طيب اول ما بنبدا بنقول لي النيو بروجكت، فبيقول لي اختار الاسم، فانا اختار مثلا اكس واي. طيب الاناليسيس تايب، في عندي الانرجي بلس، ممكن تسطب ادوات اخرى. اللوكيشن تقدر تيجي هنا وتختار اللوكيشن اللي انت عايز تعمل مشروع فيه. الاستوديو بتاعه مثلا سان فرانسيسكو، بس تقدر تغيرها لأي دولة انت عايزها. فتقدر تيجي تختار اي مكان انت عايزه من القائمة ديت، وتقدر طبعا تضيف ايتم جديد، تقدر تعمل كوبي منه، وتقدر تعدل البيانات اللي انت عايزها. مثلا ايجيبت هيت، تقدر تختار مثلا اي حاجة من دول، فاوتوماتيك هو هياخد بقى الخطوط الطول والعرض، وياخد المعلومات الخاصة بالمناخ وكل شيء في ثواني. طيب عايز تحمل معاك الحاجات الخاصة بالاشري ولا لأ؟ الكود الامريكي هنا لو انت عايز تمبليت جاهز ممكن تبدأ بيه، مثلا جرين روف اكزامبل، الحاجات دي كلها. طيب انا هقول له اوكي، فهو بيبدا يعمل لي الملف دوت. وفي تمبليتس كتير ممكن تدوس على واحده فيهم وتبدا منها. هذه الشاشه دي مساحه العمل، وهنا هنلاقي التقسيم بتاعت الزونات والبيلدينج اللي احنا هنشتغل عليهم. وهنا بيقول لي ان انت ممكن تعمل اد بيلدينج او تدخل ملف 2D او تدخل ملف بيم بسهوله جدا. ولو انت عايز تعدل اللوكيشن تقدر تعدل اللوكيشن. القائمه دي تقدر توصلها برضو من هنا لو انت حابب. طيب اقول له بقى اد بيلدينج، فبيبدا بيقول لي التايب، تقدر تغير التايب. تقدر تختار اي حاجة تانية غير الديفولت، المعلومات الخاصة بالليد، البروجكت ديتيل، الحاجات الافتراضية بتاعت البرنامج معقولة ممكن نختارها. هقول له اوكي، فبنلاقي ان هو عملها بيلدينج هو والخصائص بتاعتها. لو جيت هنا نلاقي بيقول لي انت عايز تعملها بيلدينج بلوك ولا اوت لاين بلوك، ويعني مش هيحط لي المبنى. المبنى هنا بيحط لي شبابيك افتراضيه، اعمل لي اوت لاين، وفي كومبوننت بلوك. الحاجات ديت ما بتدخلش معايا قوي في الاناليسيس، تبقى مثلا المباني اللي حواليا. طيب عايز تعمل الشكل عن طريق ايه؟ هتعمله دوم ولا اكسترود؟ اكسترود هترسم 2D وهو يبدا يعمل لي الارتفاع بتاعها. طب الهايت بتاعها قد ايه؟ هو مفترضها 3.5 متر. طيب شوف انا برسمه حاجه بسيطه خالص، مجرد ان انا قفلت بدا يديني النقطه خضره اهيت. ما فيش واحده بقى تكتب لي في التعليقات ده سكواش ولا العجيبه دي، هو الرجاله بالنسبه لها ده لا اخضر. تمام، هو حط لي اهو شبابيك افتراضيه. طيب عايز ارسم تاني، هتيجي هنا وتبدا ترسم بقى الجزء اللي انت عايزه. أو ممكن ترسم أكتر من غرفة. تلاحظ رسم لي بلوك زون، أنا عملت زون لغالي السقف عشان أقدر أشوف الزون. الول كده بعمل سيلكت على وول وأبدأ أتعامل معاها لو أنا عايز أغير الخصائص بتاعتها أو أغير أي معلومة عنها. هو بيبدأ يعمل لي زوم ويجهزها لي إن أنا أقدر أشتغل عليها.
وكل ما بتتعلم على حاجة القائمة اللي هنا بتتغير والقائمة اللي هنا بتتغير. طيب عندنا هنا سيلكت، ممكن تقول له لا ده انا عايز اعمل سيلكت على الويندوز، خلي بالك ان انت ممكن تعملها سيلكت من هنا. طيب عايز الغيها، هتلاقي الادوات بتاعت الغاء زي ما انت عايز، زي مثلا ان انت تدوس على ديليت يلغي لك الشباك اللي انت عايزه. سيلكت طبعا نجيب في الويندوز كلير. طيب فرض ان انا عايز ازود حاجة، ممكن تيجي هنا على وول. اول ما تقف على وول هو بيبدأ يعدل لي الخصائص اللي فوق واللي تحت، فمثلا ممكن تقول له انا عايز ارسم مثلا دور او هول، تقدر تعمل فتحة وتقدر تقول له انا عايز ارسم بقى هنا، بتدي له الخصائص بتاعت الباب وسيلكت. تقدر تعمل سيلكت على الباب، تقدر تعمل سيلكت على الشباك، وهما موجودين هنا برضو بنفس الفكرة. وهتلاقي عندك اوامر زي ان تعمل موف، زي ان تعمل كوبي، تنسخ، تعمل ميرور، تعمل روتيت، تعمل ستريتش الاوبجكت، تعمل ديليت لو انت حابب. ان شاء الله في الفيديوهات القادمة نشوف الطريقة بقى ان احنا لو عايزين نضيف مثلا من ملف اوتوكاد او من ملف ريفت.